بس دقيق على كيفك. السلام عليكم. هلا يابا، شلونك؟ بخير بخير. اكو اسميها الخير، ربي يحفظك. خيرك خير. اي خير. عندي هنا بصيه صغيره ومشيلونه، عيشتنا عليها، لا راتب يصعد، لا انا وانا مريضه، دوايه 100,000 كل اسبوع اشتري 100. يعني ستو زين؟ انتوا اهل البصيات متأذين هنا؟ اي تأذينا، اي احنا تأذينا حيل. زين؟ زين حجيه، انتوا تقولون احنا متأذين؟ اي انتوا اذا متأذين يا اخي روحوا للسوق البديل. هسه مو سوق، ما حد يجي. ليش ما تروحون؟ الدكاتره هنا، المستشفى هنا. زين هذا مو عذور، هذا مو عذور. انا اليوم مشاهدين الكرام من يجيني واحد يقول لي المستشفى هنا والدكتور هنا، هذا مو عذر، هذا مو عذر. والله انا اليوم اجي لين المستشفى قبالي اطلع اجيب كيلو طماطه او اجيب كيلو بوتيتا، هذا مو عذر. اذا اليوم اكو تعاون، انا حسب ما عرفت ويمكن ما اعرف يأيدوني لو لا، صارت هنا حوادث. هذا كلام صحيح؟ صارت حوادث هنا، اطفال هنا، نساء عبره من هذا السوق لهذاك السوق. زين انتم عاجبتكم اهل المنطقه نفسها، عاجبتكم هالوساخه اللي هنا؟ احنا ليش؟ هاي ابو غريب ما تحبوها تتطور؟ ما تدوها تتطور؟ تتطور بمجاريها بشوارعها، بتحب ما حابين هذا الشيء؟ بنشتغل